واحنا بنتكلم عن توصيف الحاله اللي كانت فيها مصر على مدار الثلاث ايام اللي فاتت، هنقول انه كان في حاله من حالات الزخم، في حاله من حالات النقاش والحوار المستمر والمتواصل. عايزه بقى اقول لحضراتكم انا يعني انا بشكل شخصي انطباعاتي ايه، ملاحظاتي ايه كاول حاجه طبعا مواطنه مصريه، وبشكل اخر بصفتي يعني شخص بيشتغل في مجال الإعلام، مجمل الملاحظات ومجمل الانطباعات اللي خرجت بيها من متابعة الثلاث أيام. أول حاجة أنه في مستويين للحوار. أول مستوى هو النقاشات والجلسات الأساسية اللي تمت من خلال المؤتمر الاقتصادي، بتعرضت طبعا للناس على التلفزيون والجرائد كلها نقلتها وفندت أهم ما فيها، رئيس الحكومة، محافظ البنك المركزي، ممثلين للقطاع الخاص، مستثمرين، رجال صناعة، ناس كتير في مجالات مهمة من مجالات أو من أفرع الاقتصاد، كلهم قاعدين وش في وش بيتكلموا بصراحة عن المشاكل وعن العقبات وعن التحديات اللي بتقابلهم، وإزاي يكون التطبيق الفعلي أو إيه اللي بيحصل في التطبيق الفعلي من تحديات ومشكلات. وأهم من ده كله زي ما قلت من شوية، إيه هي أهداف الفترة اللي جاية. الناس طلبت من الحكومة وسمعت من الحكومة برضو، ده أول مستوى من مستويات الحوار، وده ترجم يعني في صورة توصيات ونتائج للمؤتمر الاقتصادي كلها أهم من بعض، يعني ما فيش حاجة فيها نقدر نغفلها أو ما نتكلمش عنها. لكن المستوى الآخر من الحوار هو اللي أنا عايزة أقف قدامه وأتكلم فيه وأشارك حضراتكم رأيي فيه، بما أن احنا في حالة من حالات الحوار المستمرة. الحوار الثاني أو المستوى الثاني اللي كان داير من الحوار هو اللي دار ما بين الرئيس وما بين الشعب. هنا بقى نقف ونفهم الحوار ده كان شكله ايه وايه اللي حصل فيه. انا اقدر اقول لحضراتكم بمنتهى الثقة انه سيادة الرئيس في المؤتمر فتح للناس افكاره كتاب مفتوح. الدولة رايحة فين؟ الدولة بمنتهى الصدق والشفافية وضعها ايه؟ الرئيس نفسه بيشتغل بأنهي منهجية؟ نور كده على مشاكل معينة ونقط معينة، زي هو احنا محتاجين نصرف قد ايه عشان نتقدم بالبلدي كده، ازاي نحط الفقر اللي احنا طول عمرنا عايشين فيه ورا ظهرنا، ايه الطريقه يعني ايه الكتالوج بيحصل ده ازاي، اللي قبلنا عملوها ازاي، الدول اللي تقدمت اشتغلوا فيها بانهي طريقه. افكار كتير وحاجات بترمي لبعيد، افكار انا بشوف كده او بسميها انها افكار للمستقبل، ما يفهمهاش اللي يبص تحت رجليه دلوقتي، ومش هيقتنع بيها ابدا الشخص اللي هو انا عايز القليل، ومش فاهم بقى ان القليل ده اصلا هيبقى معدوم لو احنا ما اتحركناش دلوقتي ووقفنا البلد دي على رجليها. لو حضرتك عايز اكل وشرب بس ده من حقك، بس لازم تكون عارف ان الاكل والشرب دول لما العالم الاقتصاد فيه بيتشقلب وبيمر بظروف صعبه، حتى دول مع انهم حاجات بسيطه قوي مش هيبقوا مضمونين غير لو بنينا وعملنا حلول وصلحنا الحاجات اللي فضلت لسنين بايظه. الكنز تحت السجاده يمكن يكون يعني اسلوب بينفع لمده يوم اتنين تلاته سنه اتنين تلاته، بس هيجي في مرحله بيخلي المشاكل تنفجر كده في وشنا. واحنا عمرنا كدوله ما عالجنا مشاكلنا، طول عمرنا بنقول الاقتصاد ده فيه مشكله، ان احنا بنستورد ما بننتجش، طول عمرنا بنقول ان احنا بنستلف بدل ما نصنع. طب ما احنا دلوقتي بنحل. بس هو الحل مش بالسهل. الحل مش على القهاوي ومش في البيوت قدام التلفزيون. ايه اهميه الكلام ده؟ عارفين حضراتكم لما نجيب محفوظ الأديب المصري العالمي الكبير كتب أولاد حارتنا وقال آفة حارتنا النسيان، بس هو النهاردة آفة حارتنا ومشكلتنا الحقيقية مش النسيان، إحنا مشكلتنا الكبيرة قوي والكارثة الكبيرة هي عدم الفهم، هي قلة الوعي. لو افترضنا، وخليني كده أفكر مع حضراتكم ويعني نتصور الصورة دي مع بعض، لو احنا كلنا موظفين في شركة كبيرة، شركة ضخمة، شركة فيها 100 مليون موظف، والشركة دي ماسكة شغل كتير، فاتحة في مجالات كتير، ماسكة بقى زراعة أراضي، ماسكة مصانع بتنتج، بتبعت تستورد حاجات من بره، مطلوب منها توفر حاجات للبلد بالعملة الصعبة أو للشركة بالعملة الصعبة، وعليها ديون وفلوس داخلة وفلوس خارجة، وفي نفس الوقت عليها دور مهم جدا إنها توفر خدمات
لعائلات وأسر كل الموظفين اللي فيها اللي هم كام قلنا؟ 100 مليون موظف. في اللي محتاج يتعلم، في اللي محتاج يتعالج، في اللي محتاج يشتغل وعايز دخل معين وعايز مرتب معين. 100 مليون موظف و100 مليون تفصيلة و100 مليون حسبة و100 مليون مشكلة، كل حاجة داخلة مع التانية، كل حاجة واقفة على حاجة تانية وحاجة تالتة كمان. الميزانية فيها 100 مليون بند، ده غير ان كل شوية الشركة دي تتعرض لمشاكل جايلها من برة، وكل شوية يجوا شوية قطاع طرق كده يهجموا عليها عايزين يسرقوها وعايزين يشقلبوا حالها وعايزين يوقفوا الشغل. هنا بقى اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، واللي معاه كل المسؤوليات دي غير اللي مطلوب منه بس يشتغل وردية ولا يشتغل الشفت بتاعه 8 ساعات ويروح وياخد مرتبه آخر الشهر وزي الفل وانتهى الموضوع على كده. الموظف ممكن طول الوقت يقعد ينتقد قرارات الناس اللي فوقيه، بس أول ما يمسك هو السلطة لاتخاذ قرار معين هيعرف قد إيه الموضوع صعب، وقد إيه إن هو ممكن ما يعرفش يعمل نص اللي اتعمل، ممكن بقرار واحد يخرب كل اللي موجود بقرار غلط. الحاجة اللي من بعيد بتبان سهلة، وحتى اللي مش فاهم سهل ان هو يقعد رجل على رجل كده ويحكم وينظر ويقول لك ده صح وده غلط وكان مفروض نعمل كذا وكان مفروض نعمل كذا. وسهل برضو انه يفترض سوء النية، وعشان كده هدي لحضراتكم مثل بسيط جدا. المواطن شايف مشروعات كبيرة بس هو ما لقاش اللي يفهمه هي المشروعات دي كويسة ولا لا، او هو احنا محتاجين المشروعات دي ولا لا. المواطن شايف طرق وشايف كباري بس في نفس الوقت هو شايف اسعار بتغلى، فبيقولك طب ما بلاش الطرق والكباري ونحط الفلوس دي في الدعم ونحطها في الحاجات اللي انا في الاكل والشرب والحاجات اللي تهمني. طب لما تيجي تبص على فواتير الكهرباء اللي نطت في اوروبا الارقام خياليه والحكومات بتقولك نعمل ايه؟ قللوا الاستخدام، احنا مالنا؟ شوف كده المظاهرات في اوروبا الناس على اخرها بيقولوا بقى بتدعموا اوكرانيا على حساب اكل عيشنا وحياه ولادنا. طب بدل ما تبعت خيرك لاوكرانيا بص لاهل بلدك. احنا بقى عندنا هنا الحكومه طافحه الدم بتوفر من هنا ومن هنا ومن هنا في ميزانيه صعبه وميزانيه فيها ديون وميزانيه فيها بنود كتير جدا وقطاعات كتير جدا محتاجه مش شغل بتاع دلوقتي، محتاجه شغل بتاع زمان، محتاجه شغل كان يتعمل من عقود وعشرات السنين. هو ده ما بيكلفش؟ يعني انت عشان تصلح نظام قعد عقود من السنين ما لمستهوش ايد التطوير، ما عداش عليه كده، ما اتمسحش كده، ما اتمسحش فيه اي حاجه، ما تشالش الغبار ده باي شكل من الاشكال، ولا تعليم ولا صحه ولا طرق ولا بنيه تحتيه ولا انترنت، حتى كل القطاعات قديمه ومتهالكه. المواصلات، القطورات، كل ده قديم جدا ومتهالك قعد معانا كده عشرات السنين. لما تيجي النهارده تقول انا عايزه اطور، ما انت لازم تبدا باصلاح القديم. هو ده مش فلوس، ده مش ميزانيه. طيب انا كده حكيت لكم شويه عن الوضع في اوروبا ومساله الطاقه والكهرباء والفواتير والمظاهرات والارفف اللي فاضيه من الزيت والسلع وكل الحاجات اللي الناس بتحتاجها. طب هنا بقى عندنا الحكومه اللي زي ما بقول لكم كده طافحه الدم ومواردها اصلا قليله، بتدعم 17 مليون مواطن بتدفع له نص ثمن الكهرباء، دعم الكهرباء. واحنا ما احناش فرنسا ولا المانيا، يعني احنا طول عمرنا الدول دي بنبص لها كده يعني لفوق كده، بيقول لك فرنسا والمانيا حاله من حالات الانبهار والاكبار. وارجع تاني اقول ان كل ده بسبب قرار صائب جدا، وهو قرار اخذته الدوله المصريه من كام سنه، وبرده وقتها لو حضراتكم تفتكروا القرار ده كان يعني في ناس كتير برضو بتشكك فيه وفي ناس كتير برضو بتحاول تنال منه، اللي هو قرار ترسيم الحدود. ضربة معلم، قرار اتعمل وادالك الحق انك انت تنقب بشكل قانوني، وادالك الحق ان انت يعني تدور عن الغاز، وبالتالي لقيت الغاز، يعني عندك الحق القانوني فلقيت الغاز، ولما لقيت الغاز بقى عندك وفرة في الكهرباء، سديت احتياجك وبدأت تصدر للخارج. لولا كده كان زماننا النهارده في أزمة، كان زماننا النهارده في أزمة.